هلا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني عدد الشتول اللي شفناه هون عندك يفوق ال 700-800 ألف شتلة. الحمد لله. نحن بنقول للناس يا أخي الأشخاص أو في العموم العمى عمل بصر وليس عمل بصيرة. تبارك الرحمن. الحمد لله. قبل ما أحكي عن الإعاقة اللي كانت بالنسبة اللي أدت إنه أنت مثلاً ما عاد تشوف. نعم. خليني أحكي هلا بداية إنه كيف أنت عم تحسن تدير بالك على هذا المشتل، وهذا المشتل يكون عندك يعني خلينا نقول من أفضل المشاتل في المنطقة. والله أنا صحيح ضرير ما بشوف. نعم. بس بشتغل على ميزان الإلكتروني. أيوة. وعندي ابني دارس. نعم. أنا بيشتغل على كيفي، بقول له يا ابني حط للمتر مثلا 10 غرامات 12 غرام كويس. الملفوف شكل، الأرنبيط شكل، الفليفلي شكل، الباذنجان شكل، البندورة، يعني كل في حسب وزن البذورات. هلا هذا الحكي من سابقا، انت الحادثة اللي صارت معك هي من 12 سنة ما هي؟ نعم. اللي نعم. أدت لفقد البصر بالنسبة نعم. لك. نعم. ولكن قبل منها يعني حتى بالمنطقة كلياتنا نحن أولاد بيئة مزارعة. الحمد لله. يعني هلا انت بالنسبه لك اكيد لما رح تقول له ال 12 جرام بالنسبه للمسكه بمترين بمتر ولا نعم. 14 متر جرام ولا 5 بنعطيها 12 جرام. حفظانها انت من سابقا. ايوه لك هذا الحكي من سابق مو هلا. بالنسبه للاصناف مثلا او الانواع نعم. عندك درايه فيها انه كل وحده كيف رح تكون الانتاج فيها؟ اكيد لك اكيد. هلا في عندك انواع البندوره مثلا 6-7 انواع. ايوه. الفليفلي 5-6 انواع، في تركيه في بلديه. ايوه هيك في. وقصدي انا على النبات بتعرفه، حتى على الانتاج بتعرف انت لك شلون يعني انتاج يعني كيف الحبه راح تكون. حفظان البصم كله ابدا. أيوة بتخيل الله. في ذاكرتك هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين. اي أيوة والله. يعني هذا الامر نحن بنشوفه بعض الاحيان الناس الله. هاي الحلقه خليني نقول هي خلينا نقول حلقة للناس يكون عندها يا أخي حافز للعمل. يعني أشخاص بيكون عندهم أرض موجودة، في عندهم ترتيب معين، ولكن نتيجة ثغرة معينة أو تقصير معين بيقول لك أنا وقفت الزراعة. يعني تبارك الرحمن أنت مع هذا الأمر كلياته مستمر. ما وقفت أبدا أبدا أبدا. والإشراف كامل عندك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أيوة. تمام. هلا بالنسبة للأرض هون هي منطقة جبلية. نعم. احنا شايفين الصخور كلياتها. نعم. هذا الشغل كان أنت سابقا عملت عليها ولا كيف؟ هذا الشغل كلياته عملنا كومبريسات وفجرناه وتربنا هالجبل وعملناه. أيوة. أرض. يعني عمل كادح. وما زلت مستمر. والحمد لله. كويس. أيوة. طيب هلا قبل ما نحكي عن الأصناف الأنواع الثانية خلينا نروح نشوف المشاطل التالية حاليا ونشوف نسبة النباتات اللي فيها. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل.